صباح الخير بني، صباح الخير عبد المحسن. صباح الخير. وفعلا احنا موجودين في مطار الكويت الدولي، يعني هذا المطار مثل ما تفضل محسن، احنا بدون اجراءات، احنا عند مشروع من مشاريع تصميم وانشاء مبنى الركاب المساند رقم 1 التابع للخطوط الجويه الكويتيه، ومساحته الاجماليه 54,000 متر مربع. هذا المكان اللي راح تشوفونه ان شاء الله راح يتكلم عنه المهندس، هذا مكان مساند لمطار الكويت، راح يكون ان شاء الله مو المطار اللي هو بجانب مطار الشيخ سعد الجديد، هذا المطار مساند للخطوط الجويه الكويتيه. معنا المهندس احمد حامد الصفي، رئيس قسم المشاريع الانشائيه في الاداره العامه للطيران المدني. والشيء الحلو ان اللي مستلم هذا المشروع مهندس كويتي من الشباب اللي يعطيهم العافيه، اللي دائما احنا نحرص في برنامج صباح الخير بالالتقاء مع المهندسين الكويتيين اللي ماسكين ما شاء الله المشاريع الممتازه. مهندس يعطيك العافيه وعساك على القوه، واحنا دائما مع المهندسين الكويتيين اللي ما شاء الله يستلمون مثل هذه المشاريع. ودنا نتكلم نبذه عن هذا المكان، هذا الموقع. عشان صبحك الله بالخير وجزاكم الله خير على الزياره هذه وابراز المشاريع اللي بدوله الكويت حق تلفزيون الكويت. وصباح الخير يا الكويت. طبعا المشروع هذا عباره عن تصميم وانشاء مبنى ركاب المساند، واللي هو تقريبا راح يشيل الحمل الكبير عن المطار الحالي، لان احنا وصلنا تقريبا بالسعه النهائيه للمطار، يعني تقريبا وصلنا الحين 12 مليون مسافر، وتقريبا سعه مبنى الركاب الحالي الى 7 مليون. طبعا سعه المطار هذا راح يتكون، راح يحتوي تقريبا 4.5 مليون مسافر بالسنه، راح يتكون من تقريبا 2450 موقف، راح يكون 3 طوابق، دور الارضي للمقادرون والقادمون، طبعا الدور الاول راح يكون فقط للقادمون والدور الثاني فقط للمغادرين. طبعا يحتوي على 14 بوابه، منهم 5 بوابات ارضيه اللي هم عن طريق الباص، بالإضافة إلى 9 جسور ركاب إلى متصلة مع الطيارة. نعم مهندس، يمكن احنا الموقع اللي احنا موجودين فيه، هذا الموقع يمكن انا كاميرتنا قعدت كاميرا الثانيه قاعد تاخذ لقطات على موقع اخر، ودنا حتى تعرف المشاهد الكريم احنا في هذا الموقع شنو راح يكون في هذا المكان، وكاميرتنا في الموقع الثاني شنو راح يكون في ذاك المكان ان شاء الله. طبعا احنا الحين بالميزانين 2 اللي هو الدور الثاني اللي نقدر نتكلم عنه. الميزانين هذا يحتوي على تقريبا راح يكون فيه 9 بوابات، اللي هي 9 جيتات وجسور متصلة مع، إذا كانوا يشوفون الطيارات راح تكون متصلة مع الطيارات اللي هي موجودة الحين بالمواقف حاليا. راح تكون بعد من صالات اللي هي درجة رجال الأعمال ودرجة الأولى، بالإضافة إلى الديوتي فري والأمور الثانية اللي خاصة راح يكون مثلا وصول الطيارات من هذه الجهة، من جهة اليسار، وراح تكون في بوابات موجودة مثل الممرات هذه اللي هي جسور الركاب، راح تكون حق جسر حق المغادرة وجسر حق القادمون. طبعا الحين في مشروع ثاني متصل مع المشروع احنا قائم عليه، اللي هو تعديل ممرات الطائرات بحيث نزيد انسيابية دخول وخروج الطائرات لمواقف سمينها مواقف السبعينات، بالإضافة إلى أول موقفين مواقف الستينات. لا، لو نتكلم عن عدد الممرات اللي موجودة، عدد ممرات الطائرات اللي تدخل حق المواقف تقريبا 3 مداخل بس ممر رئيسي راح يكون. يعني في هذا المطار تقريبا خلينا نقول كم طيارة راح توقف تقريبا؟ راح توقف 7 طيارات حجم صغير، زائد بالإضافة إلى طيارتين حجم اللي هو الكبير يسمونه وايلد بادي. نعم، خلينا نروح ننتقل إلى مثلا الكونترات اللي موجودة، في عدد من الكونترات موجودة، كونترات في صالة الترانزيت، في عندك منطقة الجوازات، منطقة المغادرين والقادمون. طبعا منطقة المغادرة أول منطقة اللي هي منطقة إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة، يتكون من 50 كاونتر، بالإضافة إلى 10، وهذا أول مرة نطبقها مطار الكويت تقريبا، 10 كاونترات اللي هما سيلف تشيكن، اللي هما أنك أنت تجيب جنطتك وتصدر بطاقة الصعود بدون الاحتكاك مع أي موظف من الموظفين. زائد منطقة الجوازات اللي هي المغادرة يتكون تقريبا من 16 كاونتر للجوازات، بالإضافة إلى 2 كاونترين راح يكونون إي جيت، وهذه أول مرة نستخدم إي جيت اللي هو البوابة الإلكترونية في مطار الكويت الدولي. طبعا معناته أن المسافر يقدر يدخل، ينزل من السيارة، يدخل إلى منطقة الصعود، إصدار بطاقة صعود الطائرة إلى الجوازات بدون أي يلاقي أي موظف لحد ما يوصل إلى البوابة مالته. لو نتكلم كذلك عن يعني المواقف، احنا عارفين أن المواقف المطار الموجودة حاليا المواقف فيه يعني مو كافية حق المسافرين أو خاصة القادمون، لكن بخصوص المواقف راح يكون إن شاء الله في هذا المطار الجديد. طبعا المواقف هذه تتكون من جزئين، مواقف تقريبا الحين انتهت شبه منتهيه اللي هي 1800 موقف، بالاضافه اللي احنا راح ننشئ الحين هم 650 موقف، فراح يكون اجمالي المواقف الخاصه فقط في المبنى هذا 2450 موقف سياره. 2450 موقف. لو نتكلم عن المنطقه الجمركيه،
منطقة الجمارك راح يكونون عدد السيور أول ما يوصل للراكب إلى منطقة الجوازات، بعدها راح يدخل المنطقة الجمركية راح يكون عدد 4 سيور. طبعا طول السير تقريبا 70 متر، مما يعطيك يعني أنه يشيل طيارتين أو 3 بنفس الوقت، وراح تكون انسيابية الحركة، وراح يكون منطقة تفتيش خارج منطقة السيور مما يسهل حركة الركاب أن يخلصون جراءاتهم أسرع. مهندس، في بعد عندكم جسر مشاة؟ اي نعم، راح يكون طريقة الربط ما بين المواقف السيارات مع المبنى راح يكون عن طريق جسر مشاة تقريبا عرضه 18 متر طوله تقريبا 170 متر، وهذا يعتبر يعني من الجسور الكبيرة يعني للمشاة. يعني لو نتكلم مهندس عن تكلفة هذا المشروع، التكلفة تقريبا 53 مليون دينار. نتكلم عن مدته هو تقريبا انشاء ان شاء الله 15 شهر، بلشنا في 4/9، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشغيل بدايه الربع الاول سنه 2018. يعني ان شاء الله توقعاتك في سنه 2018 ان شاء الله راح يكون هذا المطار جاهز ان شاء الله باذن الله، صار التشغيل اول طياره تطير من هنا ان شاء الله، وراح يختص فقط للخطوط الجويه الكويتيه. اي نعم، راح يكون خطوط جويه الكويتيه، هذا يعني راح يكون مساند للمطار الاخر. اي نعم، راح يكون هذا مساند. مهندس، احنا نشوف في مساحات موجوده يعني حتى نوضحها للمشاهد الكريم. المساحات الفاضيه راح تكون هذه المساحات اللي هي المساحه الخضراء، راح تكون يعني اللاندسكيب حق المبنى، يعني احنا راح نحاول نستغل حتى الاشجار اللي موجوده هنا دخلناها في تصميم اللاندسكيب اللي راح يكون حق المبنى، بحيث انه يعني راح يكون يعني ان شاء الله يكون شيء جمالي اكثر للمشروع. نعم، المهندس حتى ودي تعطيني صوره اوضح حق المشاهد الكريم انه الان قاعد يشوفونه بهذه الصوره، لكن ان شاء الله اذا خلص شو راح يكون هذا المطار؟ طبعا راح عندك تصورات كامله، انت عندك صوره المطار وهي جاهزه عندك موجوده؟ اكيد نعم، عندنا الصوره اللي 3D اللي هو التصميم النهائي للمبنى. طبعا انا راح نشوقكم ان شاء الله اكثر، راح نقول لكم ان يعني خلال ان شاء الله اللقاءات الجايه اذا قلنا راح تشوفون شيء مختلف نهائيا عن اللي قاعد نشوفه. يعني الحين مثلا في شغله، احنا الحين تو الحين وصل اللي هو السقف، احنا الحين قاعد نبلش تجميع عشان بعدين راح نركبه فوق، فلما اذا خلصنا السقف ان شاء الله واذا خلصنا شكل المبنى من برا راح تشوفون شيء. لان مهندس احمد احنا يعني اول برنامج اسره صباح الخير موجودين في هذا الموقع ومقابله مباشر بعد، يعني هذا اول مره يعني، وحياكم الله، وهذا لفته يعني تشكرون عليها صراحه ان انتم قابلتونا في هذا الوقت وابراز مثلا المشاريع اللي خاصه دوله الكويت. بالاضافه احنا ما نقدر نقول ان المطار هو اهم مرفق يعني، بس هو يعتبر من المرافق الحيويه في دوله الكويت، وابراز المشاريع لا هذا يعني يبرز دوله الكويت يعني، وان ان شاء الله ان شاء الله نوصل الى مستوى الدول المتقدمة إن شاء الله أكثر. مهندس، لو تكلم عن في لا بد أنه في المطار في كافيهات، في محلات موجودة يعني قبل لا يطلع المسافر، يعني قاعد له مثلا في كافي على ما ينطر طيارته، أو أنه اللي بيستقبل مثلا أهله ينتظر مثلا في كافيهات موجودة، في محلات راح تكون موجودة إن شاء الله في المطار؟ راح تكون في محلات، بس ما راح يكون يعني محلات يعني ما راح يكون تقريبا مول، لا راح يكون في محلات اللي تخدم المسافرين أكثر من الجمهور، هذا اللي راح يكون، لانه هو القصد المبنى انه راح يكون مخصص للمسافرين اكثر من انه يكون في جمهور راح يكون موجودين. فراح تكون تقريبا في كافيهات، صحي نعم في كافيهات، بس يعني القصد عشان نخفف الزحام بعد يعني يكون ان القصد ان كل الخدمات الموجوده من كافيهات، من ديوتي فري، من محلات، من بنوك، من شركات اتصال، كلها تقريبا راح تخدم المسافرين اكثر من الجمهور يعني. يعطيك العافية المهندس أحمد حامد الصفي، رئيس قسم المشاريع الإنشائية في الإدارة العامة للطيران المدني، وإحنا نوعدك إن شاء الله بين فترة وفترة إن شاء الله راح تكون أسرة برنامج صباح الخير موجودين معك في هذا الموقع. إحنا اليوم موجودين في هذا المكان، وهذا المكان يعني إن شاء الله خلال الفترة الغادمة راح إن شاء الله يكون تنصب على الصبة الخرسانية بإذن الله إن شاء الله، فإن شاء الله راح نكون معك إن شاء الله كل بين فترة وفترة راح نكون موجودين، راح نقطن إن شاء الله لين يكون المطار في 2018 إن شاء الله يكون جاهز. يعطيك العافية مهندس. الله يعافيكم، مشكورين ما قصرتوا. مشاهدي الكرام، كنا معكم في مشروع تصميم وإنشاء مبنى الركاب رقم 1 التابع للخطوط الجوية الكويتي في مطار الكويت الدولي. راح نرجع لزملائنا في الاستديو لتكملة الفقرات الحلوة والمتميزة لأسرة برنامج صباح الخير. زملائكم الهواء، تفضلوا.